انا كنت انا قاعد تنتعشى انا ولادي المراه جا هذاك الشيء وتيدي هني هاك ويديني هاك تنطيحو تنوضو ما لقينا الباب منين نخرجو دوخنا صافي دوخنا صافي ما بقى فين النهر حتى ذاك الشيء بزاف بزاف جاب الله واحد السيد حلينا الباب وجرنا برا الدار درابت ترى كل هي كلشي كلشي راب راسك نهي برا صافي ايوا سيدي قدر الله غير طول الله العمر لما باقي ما عيانه كاع مريضه مازال هذيك القلعه صافي راه فمي كان صافي ناشف ما كان ما قديت باقي نهضر المراه خلاص جرنا غير برا جرناها غير برا ما عرفناش ما عرفناش داكشي حتى تشوف الدار غادي بحال الكار بحال الطوبيس صافي ما حنا قلنا صافي القضيه هذه هي الليله الاخر حتى تنشوف العجاجه نايضه والضوء الاحمر وداكشي ما عرفت كاع بابا عاور الله يحضر السلامه لا جزاكم الله خير الله يطول عمركم الله يسر سيدنا هاد الخير اللي جا جانا في الليل لقنا شي ناعس وشي ما ناعس وشادنا في الديار الحمد لله وطاح عليهم الديار كاين اللي ردموا في التراب وجبدوه في التراب ولينا الحمد لله ما طرا ليه والو كاين اللي مجروح كاين اللي ما مجروح وشي جا في شي 10 تاع الليل ملي جاوا سيدي الناس كيجبع حد على حد شي جبد شد الدوار ما في ما بقى فيه والو اللي تراب تراب اللي ما تراب راه كلشي تهرس مشتيت غير اللي فيه الحجر مشتيت كامل اللي فيه البريك وهذاك الشيء مشقوق لا جزاكم بخير راه كنطلبوا الله المسلمين الجميع يجبعوا علينا والله يجزيكم بخير الله يطول عليكم يلا يلا ناسنا ما عرفنا شيء وملي جا هذاك الشيء راه دخلتنا مع الحجر لتحت هنا لسميتو مع هذيك الحجر وما ترينا ما عرفنا فين وصلنا ولا فين سميتو صافي وحنا كاع مرضنا هذاك الشيء ما عمري شفناش سميتو هاد الشيء اللي طرا في الدوار بيزكا غير لا اله الا الله وصافي غير لا اله الا الله وكان على كل حال هاد الشيء اللي وقع علينا ان هاد الناس ديال الدوار بيزكان راه ما شاء الله هاد الدراري كاين اللي عنده 15 10 ديال الاسره في الدار وتعشوا ومساكن نعسوا وجا داك القدر من عند الله وجا بالليل حتى واحد ما خرج قبل ما طاح هاد الشيء هاد الناس كلشي ما خرجوا من الناس الاخرين حتى طريبوا لهم الدار شحال من واحد دابا تجرح حتى خرجنا وليداتنا ومشينا كنقلب لقيناهم في تحت الارض واحد السيده مسكينه مشات بيت غير تعرف البهيم ديالها وطاح عليه داكشي البهيمه مات والدراري جاوا جاب الله بعدا الدراري كاينين وعتقوا هذيك السيده راه مسكينه راه تهرست من الرجل من اليد وتضربات في الراس المهم راه تكرفصات مسكينه قضيه الطريق الريزو الضو مقطوع الريزو ما كاين لا قضيه السلطه هذيك الساعه حتى واحد ما شفناه القضية السلطة راه ما شفنا السلطة ثلاث ايام وبقينا هذيك ثلاث ايام حنا مزمومين كنخرجوا للدراري من بعد ديك ثلاث ايام ما سول علينا حد ومشينا وملي مشينا القيادة عند سيد القايد وهذيك الساعة سيد القايد هضر معنا قال لك اودي راه ما فرسنا والو ومن ديك الساعة جابوا لابيلانس ولك ديك الساعة فاش طلعت لابيلانس دوك الناس اللي تجرحوا حنا اللي ديناهم بالمواتر ديالنا ديناهم لتحنا للسبيطار تحنا وتداويناهم رجعناهم بالمواتر من بعد هذا الشيء ملي قلنا لهم هذا الشيء صيفطوا لينا لابيلانس وجات حتى للدوار بويز قال رجعت خاوي يعني طلعت خاوي رجعت خاوي ديك الساعه دوك الناس راه اللي مجروحين درنا لهم الدواء ما بقيناش غنرجعوا مازال ديك الساعه فاش بغينا نوقفوا يوقفوا دوك الناس راه ما كاينينش معنا يعني تيقولوا الريزو ما كاين كنهضر مع جماعات استفاده ديك الساعه الريزو ما كاينش ولكن واه بزاف من اللي كان ما كانش الريزو راه عندهم الحديد عندهم الحديد اقل بعدا يطلعوا بالحديد لقاو الطريق مسدوده يعيطوا للتراكس راه تبارك الله راه جماعه ديال الاستفاده راه ما سهلاش راه جماعه كبيره تبارك الله
والناس الاخرين كنشكرهم بزاف من دوار اخ باشن، دوار انفكاين، دوار شيكر، دوار تيمي، دوار تيميشي، دوار تيورديو، والناس ديال الجامعة استفادمة، دوار إيركري والزاويد، طلعوا هما وولادهم وكيجيبوا المنى لهاد الناس اللي طريب ليهم ديو، هما اللي كيتيبوا في دارهم وكيجيبوا لنا، كيطلعوا هذاك جبل علاج ليهم مع العيالات ديالهم، كيجلسوا مع العيالات ديالنا هنايا وكيجيب لهم المنى، حيت اش غنقول لك لا إله إلا الله، والناس تيباتوا على برا والعيالات عندهم دراري صغار، والمانط ما كاينينش. كلشي هادشي اللي كاين، يعني اللي عنده شي فراش راه ترد من ليه في الدار، كيباتو وحنا كنبقاو واقفين، لاش غنديرو معنا ما نديرو، كنبقاو واقفين كنشوفو شي واحد حتى صباح الحال وعاوتاني كنبقاو في الشمس، وطلعوا ديك الساعة من الرئيس ديال الجامعة من اللعظة ديالو من القايد الخليف، طلعوا شافوا داك الشيء ومشاو غدلي صيفطوا لينا الكواطن، ولكن صيفطوا لينا الكواطن قوموا بالواجب ديالهم، ولكن هاد الكواطن راه غير طردناهم هكاك وصافي، وما عندناش الفراش باش نفرشو، هاد درنا الكواط لهاد الناس خصنا على الفراش، ما عندناش لا فراش باش يفرشوا هاد الناس هادو. قبل ما تخرجوا ما تنساوش تابوناو في لاشين يوتيوب وبارطاجيو الفيديو مع صحابكم في مواقع التواصل الاجتماعي، وما تنساوش ديروا جيم وما تبخلوش علينا بتعليقاتكم وملاحظاتكم.